وحول تزايد نسب الفقر في العراق وظاهرة التسول، تنضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذة حنان عبد اللطيف. سيدة حنان، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك. المنظمات الحقوقية في العراق تكشف عن تزايد خطير في ظاهرة التسول بعموم محافظات البلاد، إلى أي مدى ترين أن هناك شبكات إجرامية وراء هذه الظاهرة؟ نعم، بالتأكيد ظاهرة التسول خلفها شبكات إجرامية ومتنفذة أيضا، بالضبط كما هي الشبكات المنتشرة خلف الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية. فالميليشيات اليوم تتاجر بأي شيء في سبيل الاقتناء والحصول على المال، خاصة مع انتشار الفساد في الأجهزة الحكومية وعدم تطبيق قانون المساءلة بحقهم. كذلك انتشرت ظاهرة التسول بين القادمين غير العراقيين لأداء طقوس الزيارة في المراقد الدينية في النجف وكربلاء والكاظمية. فهناك عدد كبير من المتسولين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين الذين ساهموا بنشر هذه الظاهرة أيضا بين صفوف العراقيين، لأنها أساسا هذه الظاهرة هي ظاهرة جديدة على العراقيين. نعم. ولا يعرفوها، يعني حتى في أقرب أيام الحصار لم يعرف العراقيون ظاهرة التسول. نعم. أيضا المنظمات تكشف عن أن هناك عائلات عراقية تؤجر أطفالها لتلك الشبكات الإجرامية المتخصصة في التسول، يعني ما الذي يدفع هذه العائلات إلى أن تؤجر أطفالها حتى لو كان المقابل مجزي؟ سيدي الكريم، طبعا الفقر هو من يجعل العوائل العراقية تقوم بتأجير أبنائها. نعم. والبطالة، فلو حفظت الحكومة العراقية حقوق المواطن العراقي ووفرت للعوائل سبل العيش الكريم لم تجد هؤلاء الأطفال يتسولون في الشوارع، خاصة أن العراق لا يعد من الدول الفقيرة. نعم. ولقد أعلنت الحكومة العراقية عن تحقيقها فائض مالي في الستة أشهر الأولى من عام 2022 بمعدل 20 مليار دولار، هذا إضافة إلى الموازنات الانفجارية التي كانت في سنوات حكم في سنوات رئاسة نور المالكي، ولم يتم الاستفادة منها في بناء مشاريع اقتصادية أو استثمارية تعود على المواطن العراقي بالفائدة وتقضي على الفقر والبطالة. نعم. طيب، هنا تقرير وزارة التخطيط يقول أن أعداد الفقراء ارتفع إلى 11 مليون و400 ألف فرد، هل هذا مبرر في أن يصل الحال بعائلات لأن تؤجر أطفالها من أجل التسول؟ نعم، أولا أعداد الفقراء أكبر من هذا العدد بكثير، وتقرير الأمم المتحدة لعام 2018 ذكر أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى ثلث سكانه، وهذا كان قبل أزمة وباء كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار والتضخم. فكيف اليوم؟ اليوم أكثر من ثلثين العراقيين يعيشون الفقر والعوز والحاجة، مما جعل بعض العوائل تبيع أطفالها وعوائل أخرى قتلت أطفالها. واليوم نرى العوائل العراقية تؤجر أبنائها لمافيات التسول في سبيل الحصول على القليل الذي يسد جوعهم، وكل هذه الظواهر هي دخيلة على المجتمع العراقي، ويتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة والاحتلالين الأمريكي والإيراني ومافيات الإجرام، وحتى المرجعية الدينية تتحمل هذه. نعم. المسؤولية، يعني إحنا نجدها اليوم تتدخل في العملية السياسية وعمل الأحزاب وتصدر الفتاوى حول انتخاب هذا الحزب من ذاك، لكنها لا تصدر فتاوى أو ينشر خطباؤها في خطب الجمعة أهمية إعالة الفقراء والأيتام أو التصدق عليهم. واليوم نرى انتشار الشركات التابعة للعتبة العباسية والحسينية والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة. نعم. والاستيلاء على الأراضي والعقارات، كل هؤلاء يتحملون مسؤولية الفقر الذي انتشر في العراق. طيب أستاذ حنان، يعني 11 مليون و400 ألف شخص تحت خط الفقر، وتقولين أن الأعداد أكثر بكثير تصل أو تفوق الثلث، أين تقف الحكومة لوقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال بالتحديد؟
الحكومة العراقية طبعا في واد والمواطن العراقي في واد آخر، فكل الطبقة والسياسية والأحزاب تعمل على تحقيق مصالحها الضيقة البعيدة عن مصالح الشعب. وحتى عند إقرار ميزانيات الدولة نجد أن ما يعود بالفائدة على الشعب العراقي غير منصوص عليه في الميزانيات. نعم. ويضعون كل ما يحقق مصالحهم المالية التي تجعل سرقاتهم مشروعة وتسهل فسادهم. يعني هي طبقة جاءت لسرقة مقدرات العراق والاقتناء، لا يهمها مصير الشعب العراقي أو تطويره أو النهوض به، هم جاءوا لتنفيذ أجندات أسيادهم الذين أتوا بهم من خلف الحدود. الأستاذة حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك.